صفحة رسمية للكاف النهاردة وبدون سابق إنذار. الحقيقة بتحتفي بمجموعة أهداف لمحمد مجدي أفشة، وقالت أو وصفت اللاعب بالهداف الذي لا يمكن إيقافه. أفشة يستحق الحقيقة. بمناسبة أفشة، أنا عايز أتكلم عن أفشة تحديدا، لأنه أفشة واحد من أهم اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي وفي منتخب مصر. أفشة كان محطوط تحت ضغوط كبيرة جدا 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 خلال الفترة السابقة الحقيقة، والضغوط دي بتؤثر بشكل سلبي 100%، بتاخد من ذهنك وبتاخد من الناحية البدنية عندك وكل حاجة. وبالتالي جماعة، لكل جمهور النادي الأهلي، أفشة بيحاول يموت نفسه في الملعب على قد ما يقدر، ولكن اللعيبة دي مش آلات، اللعيبة دي بشر، محتاجة ان هي تستريح، محتاجة ان هي تصفي ذهنها شوية، وان شاء الله ده يحصل خلال الفترة الجاية، على الرغم من انضمام أفشة طبعا للمنتخب الوطني، ولكن بيحاول دايما يصفي ذهنه، لأنه الناحية الذهنية صعبة جدا جدا جدا. فخلينا واقفين ورا فريقنا خلال هذه الفترة، زي اللي حصل بعد مباراة طلائع الجيش. كان هناك بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيحاول يسخن جمهور النادي الأهلي، على أساس جمهور النادي الأهلي، يعني لا، جمهور النادي الأهلي فاهم وواعي جدا لمثل هذه الحملات. بننتقد لاعبتنا لما بيبقوا وحشين، بنتكلم عنهم وبنقول ان هم محتاجين يبقوا افضل، محتاجين كذا محتاجين كذا، ولكن دايما جمهور النادي الأهلي بيقف في ظهر لعيبته، دايما جمهور النادي الأهلي ما بيسيبش ناديه ولا بيسيب لعيبته في مثل هذه الظروف. مش زي، يعني احنا مش زي اي حد تاني، مش زي اي حد تاني خالص. جمهور النادي الأهلي مختلف تماما عن اي جمهور اخر. بالعكس، في مثل هذه الظروف الصعبة، على الرغم من انتقادي الشديد للاعبين، ولكن في نفس الوقت انا بخاف عليهم من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، اللي داخلين يسخنوني علشان انا اسخن على اللعيبه واقول دي لعيبه ما كذا ولعيبه كذا وكذا وكذا. فجمهور النادي الاهلي واعي جدا لمثل هذه الامور. محمد مجدي أفشة من اللعيبه او من ضمن اللاعبين اللي الحقيقه بيتعرض دائما لمثل هذه الحملات، ولكن هو عنده اتزان نفسي واتزان عصبي انا شايفه موجود فيه الحقيقه بشكل او باخر، بيجعله يعرف كويس جدا، مش هو بس، كل لعيبه النادي الاهلي عارفين كويس جدا جدا ان هم كانوا مقصرين في حق نفسهم وفي حق ناديهم وفي حق جمهورهم في مباراه طلائع الجيش. وبالتالي على قد ما قدروا في المباراه السابقه، مباراه امبي امبارح، حاولوا ان هم يطلعوا كل اللي جواهم، واللي جاي افضل، اللي جاي افضل وافضل ان شاء الله، خصوصا بعد المعسكر التدريبي القادم.